هناخد كله يدوي كده اربع بيضات عليهم اربع معالق من الزيت. يا استاذ خالد. الو الو. ايوه استاذ خالد. ايوه يا شيف يوسف. ازاي حضرتك؟ عامل ايه يا شيف يوسف؟ انا بخير والله الحمد لله رب العالمين. انا عايز اعرف طريقه الكبسه والله يا شيف يوسف. من عينيا. حاضر من عينيا. الكبسه كده الاسئله ان شاء الله يا رب الوقت يكفي. حاضر. حاجه تانية؟ بشكرك يا استاذ خالد على اتصالك. 100 جرام سكر، علبتين زبادي، ده السوائل مع بعض. تاني البيض، انا مش عايز فوليوم خالص، مش عايز اضربها في المكنه خالص، انا عايز ادوب السكر مع البيض مع الزيت مع الزبادي. طب ينفع في الخلاط كله مع بعض يا شيف يوسف؟ اه ينفع، ينفع في الخلاط مفيش مشكله، يعني ممكن نحط في الخلاط ونضربها عادي جدا. تاني هذكركم عندي هنا اربع بيضات عليهم اربع معالق من الزيت وعليهم علبتين زبادي و100 جرام سكر، شفتوا داب كله مع بعض اهو. بعد ما داب كده نحط الفانيليا. ما تعرضوش الفانيليا اللي هي الصناعي دي، لو الفانيليا اللي هي القرون يعني اللي هي الطبيعي لو تعرضت للخفق ما فيش مشكله، لكن الصناعي دي كل ما تتخفق اكتر كل ما طعمها يضيع او ريحتها. حلو كده. نيجي بقى نعمل ايه؟ نجيب بوله صغيره لو فيه ونخلط الثلاث حاجات مع بعض، عشان اما اجي احط الحاجه ما ابصش الاقي دي الذره لوحده ودي العادي لوحده وكمان اهو. مين معانا؟ يا جهاد. ازيك يا شيف يسري؟ اهلا بيكي. عامل ايه؟ انا بخير والله لما بسمع صوتكم، ربنا يخليكي يا جهاد. منور الشاشه والله. الله يكرمك، ربنا يخليكي يا رب. لو سمحت انا عايزه منك طلب. اتفضلي. عايزه نعرف القشطه البلدي بتتعمل ازاي؟ اللي هي يا فندم؟ القشطه البلدي بتتعمل ازاي؟ القشطه البلدي. حاضر من عينيا. حاضر. معلش. لا تحت امرك. حاضر من عينيا. تحت امرك. بشكرك على اتصالك. احنا كده مع بعض زي الفل، مفيش مشكله. هنجيب سباتولا بس عشان اهو. هنا دي الذره مع الدقيق العادي مع البيكنج باودر. طب ما انت بتعمله كده ليه يا شيف يسر؟ عشان كله يبقى مع بعضه خليط واحد، ما الاقيش حته في الكيك طالعه وحته نازله، ما الاقيش في حته فيها دقيق ذره وحته فيها دقيق عادي. ونصب الدقيق كله مره واحده ونقلب مع بعضه. هتلاقوا العجينه دي مش عجينه ناشفه، عجينه كيكه كده انسيابيه شويه، يعني عجينه كيكه زي ما بنقول كده سايله سنه سنه مش كتير اهو. ده مقادير لاحلى رواني تعملوها. جميل. بعد ما حطينا كل ده كده مع بعضه، شفتوا بقى تقليب لغايه ما يطلع معايا بالشكل ده، ما تخلوش فيها حتت يبقى فيها فقاعات خالص. ونجيب البوله بتاعتنا او القالب بتاعنا، اللي ما عنديش نجيب قالب ونحط كده ورقه زبده ورقه من البلاستيك ونحط فيها ورقه الومنيوم علشان خاطر ما يطلعش بره الكيك بره يعني. وندخلها الفرن على ايه بقى؟ درجة حرارة 180 لمدة أقل حاجة من 35 ل 40 دقيقة. هقول تاني، من 35 ل 40 دقيقة. على الشبكة من تحت مش على الفرن أهو. نوطي بقى درجة الحرارة ونسيبها تستوي براحتها. هتستوي وهتطلع معاها بالشكل ده أهو. بعد ما استوت كده زي ما قلت، لو سخنة يبقى الشربات بارد، لو بارده يبقى الشربات دافي، فهي بارده عندي، فهنا اعمل بالخله كده اقعد افتح فيها فتحات، شايفين؟ عشان لما احط الشربات تتشرب معايا اسرع اهو. شايفين؟ جميل اهو. نفضل نفتح فيها كده فتحات 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 لغايه عشان ما تشرب ايه؟ كان انت فكرتني بالزميله الجميله، صديقتنا الجميله اللذيذه، انا بحبها على الصعيد الشخصي بصفه شخصيه، دعاء عامر. كانت عامله حلقه عن الحسد خلتني قاعد كده لما جابت العروسه وخرمتها وكده. اه جميله 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 والله، يعني بنبعت لها تحيه على الهواء. خلاص اقعد على قد ما اقدر اعمل فتحات كده عشان اما اجي احط الشربات تشرب معايا وتتشبع من الشربات. بعد كده اجيب بقى شبكه وتحتها صينيه. ليه؟ عشان ما نرميش الشربات الزياده. ونحط من النص اهو. شايفين بتشرب ازاي؟
عشان لو في حاجة بتنزل زيادة تنزل فين؟ تنزل تحت في الصينية، أقوم أرجعها تاني. أهو الشربات سخن والكيك بتاعنا بارد، لو العكس لو الكيك بارد والشربات يبقى بارد. لو الكيك سخن قصدي يبقى الشربات بارد. أهو نفضل نسقي كده وما تقلقوش خالص خالص لغاية ما تتشرب معانا. بعد كده بضيف لها جوز هند، ولكن أنا جات لي فكرة بس مش هعملها طبعا عشان ما عنديش وقت قاعد أسيح شوكولاتة لسه. ممكن أحط لها شوكولاتة، ممكن أحط شوكولاتة بيضة، ممكن أحط شوكولاتة بني زي ما أنتم عايزين. ما تيجي نجرب مرة نحط شوكولاتة مرة كده، نبقى نعملها بس بعد فترة طويلة ونحط عليها شوكولاتة ونشوف طعمها عامل إزاي. جميل أهو شايفين، نحط عليها تشرب كوبايتين الشربات، كوبايتين الشربات أهو. ايه في الايرس يا ابني؟ اه نجاوب بقى على الاسئله بتاعت اصدقائنا الجمال يعني. اهو كده احنا خلصنا كل حاجه. جوز الهند في ناس كتير قوي بقى تقعد تقول لك اصل انا عايز احط مش عارف ايه واعمل بالمزوره واقيس واخلي، لا ممكن نحط شويه في النص اهم، بعدين ناخد بايدينا كده دايره ثانيه. خلوا شغلكم كده ايه سريالي. حاضر حاضر، هنجاوب على كل الاسئله ان شاء الله، بس بعد ما نخلص كده جوز الهند اللي على الوش. زي ما قلت لو حابين تحطوا شوكولاته ماشي، اللي انتوا عايزينه مفيش مشكله. نيجي هنا نحط بقى شويات كده عشان لما نيجي نقطع كل واحد ياخد قطعه يطلع فيها شويه من جوز الهند. عايزين تحطوا زبيب، عايزين تحطوا كمان شويه من الكريز، كل الحاجات دي يعني. في فراوله ممكن نزوق بفراوله، نحط فراولتين كده نقطعهم على الوش. خلاص كده انا خلصت، بشيلها بالراحه لانها طبعا بتبقى مش مستحمله شاربه الشربات، فلازم نكون مركزين معاها ونزقها كده بالراحه بالراحه خالص لغايه ما تنسى. يبقى عندي كده الكيك بتاعنا جاهز. انا عايز اقطع لكم حته بس لما تهدى شويه، لان الشربات بتاعنا الشربات الزياده اهو شايفينه، هفضيه تاني وممكن اسقيه تاني لو حابين يعني، اسقي الكيك بتاعنا تاني من غير ما اكون قلقان بقى اهو. ليه خساره الشربات ده لو ما عنديش حاجه استعملها تاني؟ ناخد كده بين جوز الهند وهو هتلاقيه هيتشرب معانا. خلاص كده خلصنا، حلو قوي. هجيب دي هنا ممكن ولا صعب؟ يلا يا محمد اهو هحرك. يا ربنا يخليك ليا.